السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في أولى ثانوي تطبيقات التشابه على الدائرة وطلعنا منها بثلاث قوانين. القانون الأول بيقول أنت لو معاك وتر مديته قطع المماس في نقطة خارج الدائرة، اقف عند نقطة التقاطع وقول أن المماس تربيع بيساوي ضرب القريبة ألف جيم في البعيدة ألف دال، يعني ده في ده كله. تطبيق على الكلام ده في ثالثة ثانوي عندك، لو كان الطول ده صاد ودي جا سين ودي قتسي، قالك بكل بساطة اعمل علاقة الصاد تربيع المماس تربيع بيساوي قاسين في قاسين زائد قتسين، وتقدر تطبق القوانين اللي عندك السنة دي في الاشتقاق. طب هنا لو وترين اتنين اتمدوا واتقطعوا برا، قالك اقف عند نقطة التقاطع ألف ب في ألف جيم القريبة في البعيدة بتساوي القريبة في البعيدة. خلي بالك خدت الخط ده تاخد قصاده الخط ده. طب هنا اقف عند نقطة التقاطع اضرب القريبة في البعيدة ألف ه في ه ب بتساوي ه دال في ه جيم.